أبارك للجميع الحقيقة هذه الميزانية، والحقيقة لدي ضبابية أو ربما نظراتي ما هي يعني 6 على 6. أولا أنا الحقيقة سعدت كثيرا عندما سمعت من معالي وزير التخطيط أنه الرقم النمو وصل إلى 2%، بينما كنا سابقا نعتقد أن النمو قد لا يصل إلى هذه الأرقام 2.3 يقول معالي الوزير، ونتمنى إن شاء الله أن يصل إلى 3 في عام 19. هذا ما نسمعه الآن في هذه القاعة، لكن عندما نذهب إلى الواقع نجد أن المحلات الآن في الشوارع الرئيسية كلها للإيجار، سابقا كانت بخلو قدم 200 300 400 ألف. نجد العديد من الشقق التي يملكها متوسطي الدخل وليس كبار العقاريين أكثرها الآن فاضية، نجد العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تغلق أبوابها، نجد العديد من بعض الشركات تسرح الموظفين السعوديين. أنا أحب بس الحقيقة التوضيح، يمكن الصورة عندي ما هي واضحة، ودي بس يوضحوا لي كيف على الواقع أشوف كذا وهنا أسمع أرقام كذا. تعليقك على مداخلة أستاذ عبد العزيز العجلان. والله الأخ عبد العزيز أعتقد أنه جزء من كلامه صحيح، أنه في ألم مر في القطاع الخاص، لكن الجزء اللي أنا بودي يعني نكون برضو واقعيين عشان ننظر للأمور بموضوعية وواقعية، أنه المقارنة لما نقول قفلنا وقبلنا وعملنا لأسباب في وهي أولا أنه الفترة ما قبل زي ما شرحت لك في الأول، حنا مرينا في فترة لما نقول كنا في فترة، يعني أنت اللي قلته أنه الفلوس كانت قلت، والثانية أنه حنا سوينا عملية تصحيح، يعني وهذه عملية انكماش الاقتصاد بصفة عامة، انخفاض الانفاق الحكومي، انخفاض الاستهلاك. هذيك الفترة تغير النمط التجارة، ترى اليوم المملكة، أنا أتكلم عن التجارة الإلكترونية، أرجو أنه يجينا نصيب نتكلم عن التجارة النمط كثير. اليوم التجارة الإلكترونية نمط جديد دخل السوق في ال4 سنين، دخل بقوة، فهذا النمط أثر. اليوم بدل ما كنت أنت تروح تشتري من دكان صارت تشتري من لا، بس هم الناس تتحدث أنه هذا الذي حصل هو من ناحية الإصلاح، يعني موضوع الرسوم والمقابل المادي، هذه الجزئية ما في شك أنه هذه الجزئية هي اللي خلت كثير من الناس تطلع، وناس تطلع منشآت كثيرة تخرج من السوق، عدد كثير من العمالة يعني يغادر. أن ننسب كل الخروج للرسوم هذا غير صحيح، يعني لازم نكون واقع، يعني قد تكون الرسوم سببت ألم على القطاع الخاص، قد أثرت، لكنه أن تكون هي السبب الوحيد اللي أدت إلى إغلاق هالمحلات، هذا أعتقد أنه غير ليس من الإنصاف أن نقول هذا. هي جت عوامل عديدة، عوامل زي ما قلنا انخفاض الانكماش، هذا بصفة عامة، والانكماش صفة عامة، انفاق الاستهلاك لدى المواطن خل، وجود نمط تجاري جديد إلكتروني، الناس صارت تشتري الآن عبر التجارة الإلكترونية غير، لكن حنا